دخلني هوا وليد من مصر، متزوج مغربية وعندي جوج بنات. طبعا أنا أول حاجة بشكر المغرب وشعبها المضياف الكريم، وبنشر طبعا ملكنا محمد السادس، نصره الله ورعاه. وطبعا أنا شايف المغرب في أجواء ازدهار وجمال وكل حاجة جميلة. وطبعا أنا اليوم جبت الزوجة ديالي والعيلة ديالي، وجينا هنا في أوتيل عم إدريس هنا في طريق صفر ومدينة فاس، وأجواء رائعة وأجواء جميلة، والمغرب دايما في ازدهار وجمال وأناقة وحاجة جميلة والله. تقاليد المغرب تقاليد جميلة جدا جدا جدا. أنا هنا تقريبا خلاص يعني شبه مقيم في دولة المغرب. طبيعة وجمال وشعب في رقي وحاجة زوينة بصراحة. يعني رسالة إلى الشعب المصري من هذا المنبر، بقول للشعب المصري يجوا المغرب ويشوفوا جمال المغرب. شكرا. شعب مضياف وكل حاجة جميلة. احنا صراحة اليوم فرحانين اننا جينا وجبنا وليداتنا لهذا الكومبلكس توريستيك ديال عمي ادريس، والفرحة ديالنا اكثر لانه مالوغوزمون سفروا، كتفتخر بحال هاد المرافق. العائلات ما تلقاوش فين يخرجوا وليداتهم، ما كاينش لي مويان دو ديستراكسيون. فهاد الكومبلكس توريستيك ديال عمي ادريس اليوم نظم هاد الحفلة هادي بمناسبة موعد المولد النبوي، فاحنا جد سعداء وفخورين بهاد الكومبلكس اللي تبارك الله الطبيعة فيه زوينة، وانا كنحث وكنحفز العائلات انهم يجيو يزوروا هاد البلاصة لانهم ما غاديش يندموا. مكان جميل جدا، فيها قاعات حفلات، مقهى، فيها داكشي اللي غيحتاج وليداتهم كامل. سميتي ليا البكار، اليوم جيت انا وماما وبابا لهاد الكومبلكس عمي ادريس اللي بالمناسبة ديالو المولد النبوي. فجابونا عساوة وجابونا بزاف ديال الأنشطة، فكنشكرهم بزاف على الاستضافة ديالهم. الطبيعة زوينة بزاف، الطبيعة. كنبغي نشكر ماما وبابا اللي جابوني لهاد البلاصة الجميلة. اسم المجموعة ديالنا عساوة بامقام، جينا بالدور ديالنا حنايا كنحيوا معاهم عيد المولد النبوي اللي صافى المغرب كامل كيتحيا. وبهاد المناسبه كنشكر عمي ادريس اللي تحنا هاد الفرصه وعيطنا حنايا كمجموعه مننا مصفرو باش نقدموا هاد الشيء، وكنتمنوا نكونوا عند حسن الظن الجميع باسمي وباسم المجموعه كامله. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.